شو هو الحب؟ الحب هو توجه القلب إلى المحبوب. الله. توجه يربط نفعه بنفعك ومضرتك بمضرته. هذه معنى الحب. نعم. لكنه له مرحلين. نعم. حب عقل وحب عاطفة. حب العقل هو ما يرجح العقل نفعه. نعم. كما يحب المريض الدواء المر. أنا لا أحب الدواء المر بعقلي. بعاطفتي. نعم. أنا نكرهه. نعم. إنما بحبه بعقلي لأنه سبب العافية. فده نعم. اسمه حب إيه؟ اسمه حب عقلي. الله. ولكن حب العاطفة ملوش دليل عقلي. أنا بحب ابني حتى وإن كان غبي. نعم. وأحب ابني نعم. عدوي وإن كان ذكي. الحب شيء أساسي، هو اللي يخلي الواحد يبدع، يخلي الواحد يعيش، يخلي الواحد يعني لما تحب أبسط الأشياء راح تكون وايد سعيد، لما تكره كل شيء بتكون إنسان مكروه. الحب بالنسبة إلي هو شراكة بكل شيء، إن كان ويا الأخ ويا الأم ويا الأخت ويا الحبيب أو الزوج. يعني الحب عندي بالنسبة إلي شراكة ووفاء. الحب نوعان، حب ينهل نهر السين قوامه المال والجمال. إذا ذهب المال بحث الجمال عن المال، وإذا ذهب المال بحث الجمال عن المال. أما الحب الحقيقي فنقرأه في صفحة نهر التيمز، ذلك الحب الذي يقول قلباني جمعهم الله لا يستطيع عرش إنجلترا أن يفرقهما، هذا هو الحب. الحب عندي ينقسم إلى قسمين، مع الشخص الخطأ ومع الشخص الصحيح. إذا كان مع الشخص الصحيح فأنت في الجنة قبل أن تدخل الجنة. الله. وإذا كنت الحب إذا كنت مع الشخص الغير مناسب فأنت رضيت على نفسك أنك تكون ذليل مهان. الحب مع الشخص الغير مناسب هو أنك تكون بدون كرامة. يعني أنا دائما أقول اعتدل في كل شيء في الحياة إلا كرامتك، اطغى فيها. صدقني لو خسرت الدنيا كلها بس ما خسرت كرامتك تراك ملك في الدنيا. نعم. عايش ملك. وصدقني أنت لو كسبت كل شيء بالحياة وخسرت كرامتك تراك أنت أفقر الناس خلقا وأفقر الناس روحا. بس أنت قاعد تتكلم عن الشخص المناسب والغير المناسب وكأنه اختيار. صح. هو مش اختيار. صح. مو هذه احنا مشكلتنا أن القلوب تختار. احنا مشكلتنا وهذه فطرة البشر، يعني لو البشر يختارون الحب بالعقل لكنت يمكن أكثر الناس ما مرت على هالجروح هذه، لكن القلوب هي اللي تختار. احنا مشكلتنا بالقلوب. احنا ايش مشكلتنا؟ إذا حبينا تحمسنا ورفعنا سقف التوقعات من الشخص في البدايات. هذا. إيه بالبدايات أول أسبوعين ثلاث شهر تشوفه ملاك. ومع أول خطأ تجي تحط نفسك أنك أنت الغبي، أنك صدقت وأنك أنت المجروح وأنك أنت اللي مش عارف إيش. لا، أنت الغلطان. والله إحنا ننصح وحنا بعد نطيح في نفس الأخطاء. لازم تحب العقل، لا تحب في القلب، لا تسلم روحك. روحك غالية عليك، لا تسلمها لشخص. إذا اليوم أنت تحب عقلك مش فقط. طبعا. حلو. طبعا. من يحب عقله ينتصر ومن يحب بقلبه يخسر. هذه قناعة عندي ثابتة في عالم الحب. الحب يعني من أهم مرادفات الحياة. هي. اللي بتحليها. هي. لأنه الحياة مش سهلة ومش لذيذة. أي حد سعيد في حياته أعرف أنه هو بيحب، أو أعرف أنه هو في، أو الحب ده عنده في حياته جزء موجود. لازم بيحب، حتى لو مش بيحب حد هو بني آدم يعني عنده استعداد وجاهز للحب. يعني الحب في شخصيته وداخل فيها. جميل. لازم دي حاجة إلهية. يعني الحب أنا أشوفه مؤلم. الحب مش حلو أصلا. الحرمة إذا حبت حب صادق يعني من قلبها وانكسرت من الحب، صدقني الدنيا خلاص ما بتشوف الدنيا كهلو بعد 100 سنة. الحب الصادق دائما إذا انكسر يكسر المرأة. فالحب يبالك قلب قوي يعني. فأنا ما أنصح إن أحد يحب. والله مش مهم الحب من أول نظرة، المهم الحب من أول حقيقة وبعد أول استحقاق. بحبك حلوة أنيقة رشيقة
بتتزوجوا، بتحملي، بتسهري، بتكبري، بتتغيري، بعده بحبك؟ مثل ما صرتي مش مثل ما كنتي؟ بحبك مثل ما انتي مش مثل ما بده اياك تكوني؟ بحبك الصبح وعشية، بصحتك، بمرضك، بتعبك، بنضارتك، بتجاعيدك، بترهلات جسمك، بالأثار على جلدك بعد الولادة؟ وإذا صار معه فلوس ما بفتش على عروس أو حب جديد مع حدا جديد؟ بالمقابل أنت معه على الحلوة والمرة بتشوفيه شريك حياة مش كريدت كارد؟ إذا تعب بتسنديه، وإذا مرض بتداويه، وإذا فقر بتحمليه، وإذا ضعف بتقويه؟ إذا هيك هيدا هو الحب، بقصد الحب الحقيقي. صراحة الحب عبارة عن تعاون، حلو إنك تعمل كل إشي مع حدا، لأنه هاي الأشياء اللي بتعملها هي هترسخ فيك لحظات حلوة. يعني هذا الحب بالنسبة لي. الحب هذا شيء ثاني. إيه. سند، ظهر، أمان. أي شخص بالدنيا قادر يمنحك الحب والاهتمام، ولكن نادر جدا تلقى الشخص اللي يحسسك بأمان ويخلي كل أيامك تمر وأنت مطمن وكل شيء في داخلك مرتاح، تحكي له كل اللي في داخلك من عيوب وزلات، من حزن وفرح، الحاضر والمستقبل، تحكي له الأشياء اللي تخاف تقولها لأي شخص بدون خوف ولا قلق، لأنك عارف أن هذا الشخص ما راح يخذلك وأنه بيحتويك وراح يسندك. شعور ما يعاد لشعور، يحميك ويدافع عنك ويزرع فيك شعور أن الكون كله بخير، ولما يشوفك في أسوأ حال يجمل الدنيا في عينك ويخلق مليون سبب عشان يسعدك، وما أجمل الصدفة اللي تجمعك بمأمنك وأمانك وبهجة روحك ودنيتك. الحب هو أنه محدش يحاول غير حد أصلاً، يعني ما نقعدش نكستمايز على اللي يناسبنا او اللي فاكرين انه يناسبنا او اللي يناسب الايجو بتاع الشخص. الحب مش التحكم، ده اكيد. الحب هو انه اني اسيبك تكبر وتزدهر وتنمو وتنور وتشع واضيف لك وتضيف لي. الحب هو ارتقاء شخصين بكل حاجه ويعملوا توازن لبعض. الحب حاجات كتير قوي جميلة، وللأسف حتى في أغانينا احنا بنحصرها في الغيرة والنار والشعلة، ولكن الحب مش كل ده. الحب هو الاطمئنان، الطمأنينة، السكينة. الحب هو الهدوء والسلام النفسي بين الشخصين، مش الصراع. أنا مش يهمني كشخص إن يكون حوالي 1000 شخص، بس الحب الحقيقي مو موجود منهم. صحيح. لكن يكون عندي يمكن شخصين في حياتي أكون أنا محظوظ، شخص واحد يحبني حق بكل ما فيه، ويسأل عني ويهتم فيني ويحبني من غير أي حكم ولا رغبة، ولا يبغى يتحكم فيه، ولا يبغى يتملكني، ولا وين رحتي، ولا ما اتصلتي، ولا شخص يحبك، سألت فيه ما سألت فيه، كلمته ما كلمته، هو يحبك، يدعي لك بالخير. إذا عندك واحد بحياتك بليز تمسك فيه. صحيح. لأن هذا نعمة. أصدق الحب عندما لا تعرف لماذا تحب. ليش؟ لما تحبي إنسان، سيارته ولا شكله ولا فلوسه ولا وسامته ولا جمالها، حبك مقيد. لا، أنت عارفان ليش عم بتحب؟ مربوطة. أنت اليوم حبيت واحدة حلوة، أوكي، لا سمح الله عملت حادثة سيارة وبطلت حلوة. نقطة صح. لذلك أصدق الحب عندما لا تعرف لماذا تحب. كل شوي بتكتشف شيء جديد. كل لحظة بتحس إنه هالإنسان عم بتشوف فيه، مثل أحيان بتشوف موفي أو بتشوف بتسمع أغنية، بتحس كل مرة فيها شيء جديد. صح. تحبيت، ما عم بتحب، ما عم بتحب واحد لأشياء محددة، لأنه هالأشياء ممكن تنتهي، ممكن تروح. الحب، الله أكبر، الحب من الدين، لا تؤمنوا حتى تحابوا، ودعوة يا ناس حبوا بعض. حب هذه كذبة كبيرة. شنو الكذبة؟ الحب. ما حبيتي انتي؟ لا حبيت. إذن اكو حب بس طلع كذب. ما اعرف المشكلة بالحب، المشكلة بالإنسان كذاب، انا اقول المشكلة بيك، ما عنده ثقة. يمكن ما... المشكلة بيك.
ليش؟ لأن تنطي ثقة زايدة، لأن أنطي ثقة زايدة يعني هذا غلط؟ غلط إنه أنا اللي أحب أثق بي؟ كل شيء بزيادة غلط. زين، معلومة حلوة. مو؟ معلومة حلوة. قنعتك؟ قنعتني. حتحبين ورا الحلقة؟ أبداً أبداً ولا يخطر على بالي، لأنه عذراً من هاي الكلمة مدى حسك إنسان صادق. كذابين مثلاً يجي يقول لي أني أحبك وأني أتمنى أعيش وياك وأني أتمنى، يعني صدقيني ترى بس أنت بحياتي، وبلحظة تلقى لي حكاه كله كذب ما موجود. شو يصير بيك؟ زين أنت، أنا اللي أعرفه أنت إنسانة ذكية. الحب ما بي ذكاء يا ناس، أنتوا جايك بالحكي. أنت انباقت يعني باسم الحب، انباقيتي مثل ما نقول هواية أشياء. يعني أبسط شيء باقوا من عندي ثقة الحب، كلمة أساني من واحد يقول حب صرت يعني أتهزأ بهاي الكلمة، أستهزئ بيها، ما أحبها، ما عندي ثقة بيها. بالنسبة لي الحب يعني أهم حاجة في كرامتي، ما ينفعش حد يقل من كرامتي أو أحس إن أنا قليلة أو كده، بتقفل من الشخص نفسه، بحس إن مش قادرة أحب الشخص ده خلاص. صديقة، صديق، حبيب، فبحس انه لا خلاص ده داس على حتة ما ينفعش. اللي يحب الحب 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 ما يغزرش بطرف العين لإنسان آخر. اللي يحب الحب 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 مستحيل مستحيل يتخلى علي يحبه، مستحيل. لا بتبرير أمي مش راضية، لا بتبرير ما كونتش روحي، لا بتبرير أنا ما طلعتش في المستوى معاك، أنت تستحق إنسان خير مني. اللي يحب الحب الحبة ما يتخلاش الآخر لحظة وياخو اللي يحبه، هذاك الحب. الحب أنتو وكل من يؤمن أنه الحب هو أساس الحياة.